هسألك على جزء فني النهارده في المباراه واحنا اتكلمنا عنه بس خدناه كده بشكل سطحي يعني ممكن نتعمق فيه مع الكابتن طارق كمان. النهارده الشغل الدفاعي اللي اتعمل ناحيه الاجنحه بتاع الكوت ديفوار كان شغل عظيم جدا، وهو مش شغل كان فردي من فتوح وعمر، كان في شغل في الملعب تكتيكي عظيم جدا، خلى دايما اي لاعب بيروح جناح في كوت ديفوار بيلاقي حواليه 3 4 بالظبط، يعني بيبي دوت بيروح فتوح بيطلعه على بره بيروح قاطم لجوه بيلاقي مرموش، عدى من مرموش بيلاقي عبد المنعم. الناحيه الثانيه الشوط الاول كان حمدي فتحي بيغطي مع عمر كمال ووراهم حجازي، صح. دي الجبهات اللي كانت موجوده وكانت مميزه في القلب النني الله اكبر عليه النهارده، وانا فرحان بفرحته لما حسسني ان هو لسه كان في المقاولين وبيتنقل يحترف. شفت لما كان بيستلم الجايزه الفرحه في وشه، مش عشان ان هو استلم الجايزه، بيقول للناس انا بحاول، انا يعني انا بقول لك ان النني مش سوبر يا جماعه، مش سوبر، ولكن مستواه 80-90% هو بيحاول. انت ما تستناش من النني ان يرمي لك سيروهات ما يجيبش جوان، لا، النني وظيفته، فهو الراجل بيتحاسب او الناس بتحاسبه ان هو سوبر وعايزينه يعمل كل حاجه. يا جماعه لا، هو مش محمد صلاح. النني ليه وظايف معينه، فهو عيني دايما الهجوم عليه، مع انه انا شايفه انه بيأدي على قد ما بيقدر. انا قلت النهارده في الانترو واحد زي حالات محمد النني ده من كتر الضغط والهجوم واحيانا السخريه منه كان بطل كوره، ده حقيقي ما يقدرش ينزل، يعني كل ما يلمس الكوره هيبقى حاسس الناس كلها بتاكله، ده لو مش واثق من نفسه وفي سبورت من والده كمان، لان والده يبقى ناصر النني كان لعيب كبير في نادي المحله، طبعا كان لعيب كوره فبيديله سبورت جامد، والولد طبعا العقليه بتاعته اختلفت. الاحتراف يا جماعه، الاحتراف يفرق، عقليه الاحتراف دي مختلفه تماما عننا، احنا عايشين في وادي وهم المفروض يتم. في المؤتمر قال ايه؟ انا ما بتاثرش يا جماعه، ودي حقيقه عايزينه، ولكن انا بس خايف على اللعيبه الصغيره. صلاح ممكن يفتح اليوتيوب ويتفرج علينا كده وبتاع، ولو حد قطع فيها دي يضحك ويقفله خلاص وعدت. صلاح يعني عدت انت يعني بتتكلموا زي ما تتكلموا انتوا في، يعني دي العقليه، صح. انما واحد زي مرموش بتقول له انت وحش بيقع، انت كويس بيقع برضه، لا عارف. طيب انا مرموش ده اللي عايز اروح بيه للكابتن طارق. مرموش النهارده يا كابتن طارق عمل احلى مبارياته في البطوله، النهارده كان ادواره عظيمه جدا هجوميا ودفاعيا ونقل اللعب وبنى الهجمات، كل شيء كان النهارده عمله عمر مرموش قبل ما يخرج. ليه؟ لان الراجل عمل تكتيك النهارده، انا من خلال مشاهده المباراه الجنب اليمين هو اللي كان شغال ناحيه هجوميه اكتر من ناحيه عمر كمال، لكن فتوح ما كانش عنده ناحيه هجوميه او وجبات هجوميه كتيره. ليه؟ هو ادى الوجبات الهجوميه كلها لمرموش وخلى فتوح واقف عشان يريح مرموش، يخليه ايه حتى في الرجعه لغايه نص الملعب بس عشان يبقى في ناحيه هجوميه ثانيه. ده كان باين قوي قوي في تحفظ الباك الشمال بتاعنا اللي هو فتوح في الناحيه الهجوميه عكس الناحيه اليمين اللي كان فيها عمر كمال، لان عمر كمال هاجم بشكل بضراوه كبيره جدا. بس ناحيه اليمين وحضرتك برضو اللي اكد لي الكلام ده، اللي فرق النهارده ان كونان اللي هو الليفت باك بتاعهم زي الايسر ده افضل ورقه عندهم بتصنع هجمات وبتبني، ما زادش كتير النهارده، ما زادش كتير بسبب محمد صلاح بالظبط، فهو رايح كمان يعني محمد صلاح رايح عمر بقى كمال عبد الواحد الناحيه الثانيه. ما هو انت لازم تلعب على، مش شرط انك انت صلاح يدافع، صلاح ممكن ياخد واحد بالظبط ويعيش بيه بالظبط، يعني مثلا كريستيانو ما بيلعب تلاقي واحد واقف له، ميسي تلاقي واحد مش مان تو مان، لكن في المساحه بتاعت ميسي والمساحه بتاعت كريستيانو، صحيح. فصلاح من اللعيبه دي فوقف الراجل الباك الشمال، صحيح. وفي نفس الوقت ضغط كمان عمر كمال عبد الواحد فبقى عنده حريه كبيره جدا. هو وقف عكس الكلام انت بتقوله بقى، وقف ناحيه تانية ليه؟ لان عليه نيكولاس بيبي، نيكولاس كان بيبي ده حاجه وانا قلت لك في البدايه لازم فتوح يقف، كان ملتزم بيه وواضح ان الراجل قرا فرق كوت ديفوار كويس، خلي بالك. ما انا ممكن اقرا، انا ما قريتش نيجيريا خالص ولا اتفرجت على نيجيريا يعني فاهم، يعني انا بكلمك جد والله، ما يعني واضح ان حتى القراءه حتى لو انا كنت شفتها ممكن تكون قرايتي غلط، صح. لكن قرايته صح او قرايته كانت صح، بانت من التشكيل، بانت من وظائف اللعيبه في الملعب، بانت من الحته اللي انا بقول لك عليها، الناحيه الشمال ما هجمتش بشكل كبير او عول كل الناحيه الهجوميه على مرموش، والناحيه اليمين زي ما انت قلت راجل باك الشمال بتاعهم واقف مع صلاح، فبالتالي بقى في حريه لعمر كمال ان هو يشتغل بشكل كبير جدا. لا وناحيه فتوح دي كمان كانت هتلاقي مرموش بيرجع مع اسمه مع الظهير الايمن بتاعهم، ظهير ايمن قوي جدا سيرجيو اوريه، سيرجيو اوريه ده كان لعيب توتنهام ولعب باريس سان جيرمان، شفت جسمه عملاق ازاي يا كابتن، مش جسم باك رايت ابدا، انا قلت حتى النهارده وانا بتفرج على سيرجيو اوريه هو لاعب جامد جدا جدا، ده يلعب سنتر باك
يلعب في نص الملعب، ممكن يلعب مهاجم، لكن باك رايت في الجسم ده ما شفتوش بالظبط كده، ومش مهاري قوي يعني، بس عارف سريع هو وقوي جدا. قوي اه، بس زي ما انت بتقول هم الاثنين المهاريين اللي فيهم. بقول لك انا بيبي نيكولاس بيبي ده وفرانكي سير اللي لا، والراجل اللي اسمه ولفرد زاهر اريك بابلي ده لا اريك بابلي المدافع، بس كان قوي يعني. ما انا بقول لا بس الظهرين يعني مهارته بدايه هجمه بيبدا هجمه كويسه قوي. طب انا عايز اقول لك على حاجه بقى، بس اقول حاجه، سنجاري ده كان اقوى واحد فيهم، سنجاري ابراهيم سنجاري ده آه. بس زاهر كمان لعيب حريف قوي، بس ما لحقش ياخد او قفلوا عليه كويس ان نزل على الشمال. زها ده مح جايزي ده زها لا ما زها زها هو لعيب كبير بس حريف لما بيتنرفز هم الاولاد نرفزوه. هو برضو صلاح عارفه، هو الولد ده عنده مشاكل كتيره في حتت كتيره لعب فيها وهو عشان كده النهارده كان متنرفز قوي ومش عارف يعمل حاجه. ده بيعمل بيكسر الدنيا. انت بتتفرج على دوري عارف كريستال بيمسك فرق انجلترا بيقعد يالف طبعا فيها. بيلعب في كريستال بالاس لا النهارده انا فرحان بعمر قوي يا عمر، بواحد حاجه واحد ضد واحد مش عارفين. انا عايز اسالك على محمد عبد المنعم. انا محمد عبد المنعم بصراحه مخضوض عليه، حاسه انه لا مش هيقدر مش هيأدي، بس النهارده عمل اداء رائع وضرب الترجيح كمان يعني، رجل الترجيح كمان. اللي طمني عليه ان هو متاسس يعني معلش يعني هو ناشئين اهلي ناشئين اهلي برضو او ناشئين زمالك او ناشئين مقاولين او ايه عارف انت بيلعبوا دايما على البطولات على طبعا مستوى غير المستوى انا يعني بس هو عارف يعني ايه ضغط. مش عارف لو ما كانش اجد كان هيتذبح. مش هو ده كان كروش هيتذبح كلنا كده يعني بدايه عبد الجليل لو ما اجتش هيتذبح بدايه مش اللي كان والمدرب انت قصدك المدرب بس هيقول له كان عندك محمود علاء بخبراته وكان محمد منهم لا لا والله الناس كانت تقول كده صدقني كلنا قلنا ربنا يلعب رجليه في الملعب. علاء طبعا كان في يوم من الايام نمره واحد في مصر، هو كان بيلعب في كاس الامم الافريقيه اللي فاتت نمره واحد في مصر. انا بقول لك محمود علاء جت فتره كان نمره واحد في مصر في حته المساك وتلك الايام ندولها بين الناس. فهي دي انت يومينك واحد بيجي يومينه لازم يمسك فيها. عبد المنعم عمر انا قلت لك من شهر فتوح ده لازم ايه لازم يحترف. ايه الفرق بينه وبين كونان؟ في نقطه فنيه مهمه جدا. اتفضل يا كابتن. حجازي ما ينفعش محمود علاء اثنين ستايل واحد بالظبط. الونش ينفع محمود علاء يعني تلعب جنب محمود علاء ينفع تمشي والعكس صحيح. حجازي ستايله نفس محمود علاء نفس البطء فاهمني نفس الطول هيبقى في مشكله كبيره جدا في السرعات نفس المعلمه فاهمني نفس برضو الايه اللي هو نقول الرساوه او يعني نفس الستايل واحد زي ما بتيجي تلعب مثلا اتنين لعيبه في نص ملعب ستايل واحد لا لازم يبقى فيه ده واحد حريف وواحد بيضرب يكمل ده فاهمني. فانت انت لو لعبت الاتنين جنب بعض لا صعب وعشان كده هو كان الراجل واخد قرار ان هو يلعب محمد عبد المنعم لان محمد عبد المنعم مختلف تماما عن حجازي تماما اولا سرعه شباب عنده ما عندوش عنده جراه نفس الكلام الونش محمود علاء ما يلعبوش جنب بعض نفس ستايل اللي هو ايه اللي بيلعب الثاني ما يلعبش اللي هو المساك اللي يلم كابتن حجازي ما ينفعش مساك ولا محمود علاء ينفع مساك يلعبوا جنب محمد عبد الغني محمد عبد المنعم او الونش نفس الكلام عبد المنعم برده ما ينفعش قوي مع الونش الاثنين مدافعين ممكن ساعات تمشيها لو انت محتاج قوه ومحتاج في لعيبه صراع في المنافس ممكن تشتغل مع بعض. لكن لما تيجي تلعب اثنين ليبرو بمعنى بالبلدي بقى كده اثنين ليبرو ما ينفعش فاهم لازم تلعب واحد ليبرو واحد بيلعب كوره وواحد داشنج واحد مان تو مان اللي هو ايه بيقولوا عليه اللي هو بيمسك الفيرو ده يعدمه العافيه الونش من النوع ده. فعشان كده بقول لك هو اختياره لمحمد عبد المنعم ان هو يلعب ماتش النهارده مع لعيب قوي جدا زي هالر ده من اللعيبه هالر هداف شامبيونز ليج 10 اهداف برافو عليك مع اكس هداف دوري ابطال اوروبا محدش يقلل منه محدش يقلل منه هو واخد كل الكور عاليه برغم الراجل الثاني ده ما شاء الله طويل لكن توقيتاته يا كريم في كورتين الشوط اللي هو كنا احنا على الشمال ده الشوط الثاني كورتين اتقطعهم محمد عبد المنعم كانوا من الممكن جدا يبقوا في منتهى الخطوره صح. توقيت ان هو يخش يضغط وتوقيت ان هو يقطع ده مهم جدا وعشان كده هو اختار محمد عبد المنعم للاسباب اللي اقول لك عليها دي. بمناسبه اللقطات دي في واحده كانت لعمر كمال عبد الواحد في المباراه ديت انا متاكد ان انت يا كابتن بتتفرج عليها سقفت له اللي هو كان هيتعمل سرو من وراه
يا خرابي يا خرابي يا خرابي. انا برد نفس الكلام الروعه دي. ده باك رايت متمرس يعني. باك رايت تقيل قوي. انا بس عشان حضرتك ذكرت الكورتين بتاع عبد المنعم من اللقطات بتاعه المباراه. لا هو من نجوم المباراه يعني. لو انت اخترت ثلاثه كمان عبد واحد منهم صح. عمرو عبد المنعم منهم. النني منهم صح. مين اللي كان ويجي بعد كده بقى اي حد تاني؟